بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي جدا، مكونات بسيطة وقليلة، وهديك كمية كبيرة جدا، الولاد كلها هيحبوه لأن عليه شوكولات، عليه نسكويك، عليه كاكاو، ومكوناته بسيطة. بصي هوريهولك، بصي عامل ازاي البسكوت من جوه. ادينا 70 قطعة، 70 قطعة بسكوت. بصي البسكوت شايفة عامل ازاي؟ بصي جميل، طعمه فظيع، وحاجة ناعمة كده وهشة وفظيع حقيقي. شايفة البسكوت عاملة ازاي؟ شايفة الهشة بتاعتها ولونها الجميل فظيع، وكمان درجة اللمعان بتاعت بتاعته شايفه بيلمع ازاي. قبل ما نقول عملنا بسكوت الكاكاو النهارده ازاي، لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه لاول مره يشوفني، وفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا بسكوت الكاكاو ازاي. معانا نص كوبايه زبده وعليها معلقه، ربع كوبايه ميه، كوبايه زيت، كوبايه سكر، بيضة، معلقة كبيرة فانيليا، معلقة كبيرة كيك شيف أو بيكنج باودر، ودي على حسب ما هيحتاج، حوالي يعني 6 كوبايات، 5 على حسب ما ايه العجين محتاج معانا. أول حاجة هاخدها أحط سكر على الايه، على الزبدة، وأقلبهم كويس مع بعض. ده سكر باودر عشان يبقى سهل علينا، زبدة طرية علشان ايه تبقى سهلة معانا. ونحط عليها الزيت، يبقى الخليط ايه سهل ومتجانس، مش هياخد معانا وقت. نقلبه كويس، بعد كده اهو انا خلطته كويس، هحط البيضة وهحط الفانيليا الاول عليها، معلقه فانيليا، وهحط عليها ربع كوبايه الميه، وهكمل ايه خلط كده. خلاص انا خلطتهم كده زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا خليط سهل ازاي. هحط بقى، ابتدي احط كوبايه الدقيق، واحط عليها معلقه كبيره كيك شيف، طبعا هحط طبعا تاني، هنشوف بقى هو يحتاج قد ايه كده. كوبايتين كده، 3 4، وهقلب بعد كده نشوف الخليط بتاعنا هيحتاج قد ايه دقيق. كده هو خد البسكوت ده، خد معانا 5 كوبايات دقيق، وعاير بكوبايه واحده جميع المقادير. بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا عجينه جميله جدا، بصي جميله حقيقي، تديكي بسكوت حلو قوي. هو خد 5 كوبايات بس، لازم تعايرب كوباية واحدة، معيار واحد للكوبايات اللي بتستخدميها، وكل دي على حسب ما بيحتاج. يعني هجيب كيس من اكياس التلاجة، وهاخد قطعة من العجين وهفردها، احط فوقيها كيس كمان، انا عايزه افردها رقيق جدا، يعني يكون سمكه رقيق. هوريهولكم يكون رقيق قد ايه. كده خلاص انا فردت العجينه زي ما انتم شايفينها كده، هسويها بقى
علشان ايه لما اخد تبقى القطع ايه متساويه كده اهو. فردناها بالشكل ده خلاص وظبطناها. هنجيب بقى بيضه وهنحط عليها معلقه كاكاو وهنحط عليها فانيليا معلقه كاكاو كده اهوت والفانيليا. نظبط كده شويه الدنيا كده اهو الكاكاو اهو على البيضه كامله. البيضه كامله بالفانيليا احط عليها معلقه كاكاو. انا عايزاه خليط كده ايه متماسك كده اهوت. اقلبهم كويس لغايه ما يتجانسوا وبعد كده نبتدي ايه ندهن بيهم. انا حطيت كمان معلقه نسكويك عشان يديله طعم حلو الوش بتاعنا. بصوا الخليط بقى عامل ازاي اهو. هبتدي بقى ادهن وش البسكوت قبل ما اقطعه. ناخد كده وندهن كده هدهنه كله. الشكل ده كده كده ايه نخليه بقى كله في اتجاه واحد. نظبط كده ماشيه كلها في اتجاه واحد كده. خلاص انا دهنت الخليط كله كده زي ما انتم شايفينه. اجي بقى بالشوكه وهعمل الشكل ده كده كده اهو. كده تلات سنون كده بتوع الشوكة كده يمشوا كده اهوت. كمان هعمل بقى كل الايه كل العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده كده خلاص كله تمام كده. هجيب بقى القطعة ديت مربعة ديت هحطها في الدقيق وابتدي اقطع بقى الايه البسكوت عشان مت ايه نبتدي كده نقطع كده ايه علشان ما يهدرش معايا. فانا هقطعه بالمربعة تبقى ايه احسن كده. بصي كده مش هيتبقى معاكي هدر كتير. الهدر هيبقى ايه قليل في المربع. كده حطها تاني. بصوا يطلع بقى ده اللي هيتبقى ده بقى ده هنعجنه تاني مع بعض عادي مفيش مشكلة لما هو تلون كده وهن ايه ونجمعه بقى ونعمله تاني بسكوت تاني ملون مش مشكلة يعني عادي اهي. بصوا طلعيها كده اهو اهي عايزة اوريكي سمكها. ده سمك البسكوتة زي ما انتوا شايفينها كده اهي. اوريك واحدة تاني طلعها كده بالراحة البسكوتة دي تطلع ناعمة قوي. لو انت مش بتحب البسكوت الناعم قوي زودلها نص كوباية كمان. انا حاطة خمسة هيطلع ناعم جدا وكده وحاجة كده جميلة جدا. لو انت حباه ناشف شوية ممكن تزودي نص كوباية تاني او رشة بسيطة. وتكوني طبعا محضرة الصينية طبعا ودهنها طبعا زيت دهنة كده خفيفة
دول انا هسيبهم ناعمين. الجزء التاني هحط عليه رشة دي عشان يبقى ايه، تبقى متماسكة شوية. بصوا كده اهو، انا حطيته في الصينية، هدخله بقى الفرن، والجزء التاني هحط عليه حبة ايه، رشة دقيق. دلوقتي انا حطيت 1/3 كوباية على العجينة ديت، اتمسكت اهي شوية عشان تقدري تشيليها بسهولة من على الكيس. وابتدي بقى افردها واعمل زي ما عملت في المرة الاولانية. بصوا دي بقى متماسكة شوية عن التانية، يعني دي ايه، قدرت تمسكيها اي دي، متبقيش قلقانة وانت شايلاها اهي اي دي. يبقى كده الدقيق تقدري تحطي من 5.5 لـ6 على حسب ما العجين معاكي هيحتاج، من 5.5 لـ6 تقدري تحطي عشان يبقى الايه العجينة متماسكة كده زي ديت. بصوا اهي دي العجينة اللي هي اتبقت، الاطراف اللي كنت بلمها هفردها برضو تاني زي ما هي كده ومش هتبان خالص كده. خلاص البسكوت بتاعنا خلاص استوى زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا عمل كمية كبيرة جدا، عمل لنا 70 قطعة اهو، شايفين اربع ادوار، وكل دور فيه كام قطعة، عمل 70 قطعة، ولسه كمان عندي في الصينية اهو زي ما انتوا شايفينه كده. عمل كمية كبيرة موفرة يعني حقيقي، ب5.5 كوباية بس دقيق وبيضة، وطعمه جميل جدا، احلى من بسكوت الـ10 دقايق بكتير بمراحل حقيقي. بصوا لونه من ورا عامل ازاي، ياخد وش من تحت وبعد كده ايه تدفي عليه، انا مش هاخد طبعا من فوق حاجه، هو من تحت بس ياخد الدرجه ديت تدفي عليه. كنا عملته على درجه حراره 180 اهو، اداني الشكل الجميل دوت اهو. بصوا التسويه عامله ازاي. كنت في حاجة عايزة اقولها لكم، ان انا على الخليط اللي احنا حطيناه ودهنا بيه الوش حطينا عليه 2 معالق زيت كبار عشان يديك اللمعة ديت اهو، شايفة اللمعة ديت كده اهوت اهي ديت، بسبب 2 معالق الزيت اللي انا حطيتهم على الكاكاو، على النسكويك، على البيض اهو، دول ادوني اللمعة الجميلة اللي انت شايفاها ديت بتاعت البسكوت. بسكوت حقيقي تحفة. بصي في لمعة ازاي، افتح لك بقى منه واحده. بصي شايفه البسكوت عامله ازاي، تحفه اهي. البسكوته دي محتاجه كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، هتبقى معاها ليها طعم تاني خالص. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده للبسكوت، بتمنى الوصفه تعجبكم وتنفذوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.